بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين متابعي القناة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله سوف نقدم آخر إحصائيات فيروس كورونا في الجزائر. نعم إخواني، اليوم الاثنين تم تسجيل عدد الإصابات الجديدة، وقدر ب 69 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1983. أما عن عدد الوفيات الجديدة لنهار اليوم فقد وصل إلى 20 إصابة، وارتفع العدد الإجمالي إلى 313 إصابة وفاة عموما. أما عن حالات الشفاء الجديدة لنهار اليوم فقد قدرت بعشر حالات شفاء جديدة، ويرتفع هكذا عدد حالات الشفاء الإجمالية إلى 601 حالة. أما الحالات النشطة لحد الآن فهي 1069. هذه هي آخر إحصائيات كورونا لنهار اليوم الاثنين 13 من شهر أفريل من سنة 2020. أما عن إجمالي حالات وأخبار وباء كورونا عبر العالم، فقد تم تسجيل الإصابات المؤكدة لحد الآن وهي 1,867,129 حالة الشفاء. قدرت ب 434,098. أما حالة الوفاة فقدرت ب 115,278. هذه هي آخر الإحصائيات التي نقدمها لكم اليوم إخواني، لتصلك كل الإحصائيات وكل الأخبار عن كورونا وعن الجزائر، فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.